معانا من اليمن الأستاذة فكرية شحرة، اتفضلي. أهلا وسهلا. هي أيضا عضو مهم من أعضاء مرتبط السرد العربي، عرفتها من أول ما التحقت بمرتبط السرد. أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي أستاذة فكرية. طبعا احنا بنحيي دائما اليمن السعيد العظيم، موئل الثقافه العربيه. وما دمنا في اليمن، بعد كلمه الاستاذه فكريه على طول الدكتور عبد العزيز الهاشمي الذي وقعنا مع ملتقى بروتوكولا نعتز به. السلام عليكم. فكريه شحرة، روائيه وكاتبه من اليمن. طبعا دائما المتاخرين في القاء كلماتهم لا يجدون شيئا ليقولونه. لكن وجودي في هذه الليلة يحتم علي أن أقول أي شيء، وأنا من النوع الذي لا يتكلم كثيرا وإن كان يكتب كثيرا. أخبر نفسي أولا بأسماء أدباء وكتاب اليمن بشكر الدكتور حسام عقل، ممثلا للمنطقة المنطقة السد العربي، والأستاذة الغالية عزة. طبعا أنا أرى أن الملتقى ليس مشروعا مصريا، ولا كما هو مكتوب في تعريفه مشروع عربي لكل أدباء العرب. والحقيقة كثير من الأدباء اليمنيين كان لهم الحظوة بأن يقفوا في منصة الملتقى لمناقشة أعمالهم والتعريف بهم للوسط الأدبي والثقافي المصري، الوسط الثقافي الذي نعتبره خلاصة الوطن العربي كاملا. في آخر مناقشة حضرها للدكتور حسام حفظه الله في النادي اليمني، مناقشة مجموعة القصصية الأخيرة، الدكتور حسام أذهل الجمهور بسعة معرفته واطلاعه على مسيرة الرواية اليمنية يمكن أكثر منا نحن اليمنيين. الحقيقة لقد شرفني كثيرا بحضوره، وأذهل جمهوري كثيرا بثقافته العالية، باطلاعه الواسع والكبير. طبعا الدكتور حسام مهما قلنا في حقه بدماثة خلقه وطبعه وإنسانيته وتواضعه الجم مع الجميع، لا أدري هل نعطيه حقه من الوصف والشكر. والحقيقة رغم انقطاعي عن منطقة السرد العربي لأكثر من عام، إلا أن هذا اليوم العظيم الذي أعتبره من أيام المنطقة حرصت أن أكون من الحاضرين، رغم أنني الفتاة العاصية أو المرأة العاصية للمنطقة. فنادرا ما أحضر للأسف بسبب انشغالات كثيرة، ولكن هذا اليوم لا يفوت. شكرا لكم جميعا، وشكرا للدكتور حسام العزيزة عزة، ولكم جميعا.